مستعجل جنابه على الحليبات، بده يشربه انتازة. لك العمى ضربه، بتقول أم فاطمته من صغره على حليب البقر، قال مشان شو؟ لا يقوى عظمه يفكر منيح، لك إن شاء الله السم الكراتي. حضرة الشاويش؟ نعم. حاسك كثير متلبك بحلب البقرة. إذا بقرة ما بتعرف تحلب، شلون صرت شاويش؟ بعيد هيك بعيد. الله يخرب بيتك، كبيت حليبات العمى ضربك، لكن روح ولك، روح أنا نعمل هيك. ما بتعرف أنت مالك علاقة لا بالحليبات ولا بغيرها. تعي تعي تعي. علي ما علي، ما حدا بيحلبها غيري. ولك خلصت ولك، العمى ضربك، نفس الأوامر، ضربك أو ملعون، إيه في كنيعك يخرب بيتك. تعي تعي. لك اهدي اهدي، العمى ضربك انت الثانية اغبى منه. لحظة لحظة، عجبك هيك؟ هاي هربت البقرة. هربت لانه البهيم اللي بقى بيلم مني خوفها، قامت رفستني وهربت. امشي خلينا نلحق نحلب الحليبات من جديد. ايش كان زعل جنابه؟ والله لا يخرب بيتنا. لا كل شيء الا يزعل جنابه. شيك روح لوعدك، انا وجعني ظهري، طقطت عظامي. يا جباري بدها تقطيع عظامك من قلة الغذاء. لو امك رضعتك حليب البقر كنت اقوى من هيك بمليون مره، يعني اقوى من الباشا ذات نفسه. انا بقر يا بقر، خروق انا بتضل خروق. انا خروق يا وطني، والله لا اعلم النبضك، والله والله لا في جلال راسك فش. والله هلا معقول ابني شكور يحط عينه على بنت الناطور؟ شو ابني كيال اعمى؟ ابني ما انا شايف انه بنت الناطور عم سوسيج وما عنده نظر. هو ما حط عينه عليها وبس. لكان سيدي كان بده يعتدي عليها. لكان ابني ايه ابنك؟ لكان ابني اي نعم كان بده يعتدي عليها، وابوها قدم شكوى لابنك. ليك شكوى؟ وشو حلتها يا سيدي؟ لا تنسى ان شكور شغيل عندها. اذا شغيل عندي لازم يحترم ويخاف على اعراض الناس. لكان دبرها سيدي، دبرها دبرها بمعرفتها. هلا القصه هي اذا صارت معك انت بترضاها على حالك يا ابو شكور؟ اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله من غضب الله. شو رضاها ما رضاها؟ ما برضاها بنوب. لكان خليه يتحمل جرير غلطه، وانا شغلي هي طلعت من ايدي. طيب رح يتحمل جريرة خطأه، انا ليش سكرت لي الدكان؟ هلا شكور مين بيكون ابوه؟ انا. حلو كتير، انت ابوه، انت كان لازم تفوت معه على الحبس. ليش؟ لانك ما عرفت تربيه، وانا ترقفت بحالتك وسكرت لك الدكان. بس بس يا ويلك ويا سواد ليلك اذا بدروا انك فتحت. والله لا تلحقوا فورا على الحبس. فهمت؟ فهمت سيدي فهمت. بدكم شيء منا سيدي؟ روحني لي امرك.